بالنسبة يعني الفترة التاسعة الحالية لمجلس الشورى وهي السابعة لمجلس الدولة، هذه الجلسة المشتركة تعقد لأول مرة. طبعا في هناك تغيير في الإجراءات بمناسبة نص قانون مجلس عمان في المادة 49 في المادة 50 على الذهاب إلى الجلسة المشتركة وجواز عقد لجنة مشتركة، ربما تطلب الأمر شيء من التغيير. في السابق كانت الجلسة اللجان المشتركة تعقد حسب التفاهم وليس هناك نص قانوني يلزم بعقدها، وبالتالي كانت المواد محل التوافق يجب إجازتها من المجلسين ثم الذهاب إلى الجلسة المشتركة في المواد التي لم يتم التوافق عليها. الآن الوضع تغير، فبعد اللجنة المشتركة الذهاب إلى الجلسة المشتركة، والآلية لليوم لاحظتوها هي تكاد تكون مختلفة. أولا يتقدم أي عضو من أعضاء مجلس عمان سواء من الشورى أو من الدولة باعتراضه على المواد التي تم التوافق حولها في اللجنة المشتركة، وبالتالي تعاد كمادة خلافية إذا تم التصويت عليها بعكس ما جاء في اللجنة المشتركة. بداية الجلسة قد يكون شيء من الارتباك لأن الضوابط جديدة مثل ما لاحظتوا، لكن بعد هذا يعني مست الأمور. في قانون العمل شهدنا تحويل مواد كان متفق عليها إلى مواد خلافية وتم التصويت عليها، حيث تحدث من كل طرف عضوين وبالتالي تم التصويت. وأيضا مثل ما لاحظت في قانون الحماية الاجتماعية أيضا تم إحالة إحدى المواد كان متفق عليها في اللجنة المشتركة إلى خلاف وتم التصويت عليها من قبل مجلس عمان. لا، هو شوف بطبيعة الحال اللجنة المختصة هي اللي تشارك في النقاش، فمثلا إذا كانت اللجنة التشريعية والقانونية مثلا في مشروع قانون البصمات الحيوية المعنية فيه في مجلس الشورى اللجنة التشريعية والقانونية، وفي مجلس الدولة اللجنة القانونية، وبالتالي يفضل أن يكون العضوين الذين يشاركان في النقاش هم من هذه اللجنة بسبب أيضا إلمامهم بالمشروع ودراستهم له دراسة مستفيضة. لكن لا يمنع أن يحصل تغيير أثناء الجلسة لاختيار الأعضاء الأنسب. أحيانا مثل ما لاحظت اليوم أيضا صار هناك تعارض لأن أحد الأعضاء كان هو يمثل مقرر للجنة المشتركة، وبالتالي لما أراد أن يكون أو أن يصب نفسه أن يكون عضوا في النقاش فيما يتعلق بمادة الاختلاف لاحظت من هناك كان في يعني عدم موافقة من الأعضاء، وبالتالي لأنه هذا الرجل يعني راح يكون يحمل رأيين ومثل ما يقول أبو وجهين يعني دائما غير صادق يعني. طبعا إجراءات سليمة وإجراءات صحيحة، وحتى المواد اللي اتفق عليها في اللجنة المشتركة مثل ما لاحظتوا تم إقرارها من قبل مجلس عمان ككل، فالجوانب الإجرائية يعني جاءت رصينة ومحكمة بشكل جيد.